أهلا بكم مجددا على قناة Physical Concepts. في هذا الفيديو سوف نتعلم كيفية رسم الـ XRD Results على برنامج الـ Origin بواسطة طرق مختلفة. أيضا سوف نتعلم كيفية عمل الـ Normalization للداتا في حالة لو احتجنا عمل Normalization للداتا، وذلك لإجراء المقارنة بين الـ Results التي حصلنا عليها. إذن بداية عندي هذه الداتا لأربع عينات مقاسة، أقوم بتعريف المحاور. عندي محور X حيكون للتو ثيتا، وعندي محور Y بيمثل الانتنسيتي. طبعا أيضا حنعمل الوحدات للمحاور، عندنا الانتنسيتي بتقاس بالكاونتس لكل ثانية، وأيضا نقوم بتسمية العينات. إذن هذه الأربع العينات سميناها. إذن حظلل على الداتا وأقوم بالرسم بالطريقة العادية في حالة لو احتجت إلى الرسم بالطريقة العادية، وهذه الطريقة شرحناها في فيديو سابق بإمكانكم الرجوع إليه. لكن في هذا الفيديو سوف نركز أكثر على النورماليزيشن، كيفية عمل النورماليزيشن حتى أستطيع إجراء المقارنة للريزلتس التي سأحصل عليها. عندي بالضغط على زر الماوس الأيمن حتظهر لي من القائمة Normalized أو من قائمة Analysis. حروح إلى Mathematics وعندي الـ Normalize، ومن ثم Open Dialogue. هختار الـ Normalize Method. عندي بإمكاني أعمل Normalize من الـ 0 إلى الـ 1 أو من 0 إلى 100 أو بالقسمة على أكبر قيمة أو على أقل قيمة أو على المتوسط وما إلى ذلك. طبعا أنا هنا هعمل Normalize من الـ 0 إلى الـ 1. إذن بعدما عملت Normalization هتظهر لي بهذه الصورة. إذن كل عمود بيمثل عمود بعد إجراء عملية النورماليزيشن مثل ما نحن ملاحظين. إذن من أجل رسم الداتا بعد عملية النورماليزيشن حظلل على الأعمدة، أروح إلى هذا الزر وأختار Stacked Lines by Y Offset أو من قائمة بلوت. هذهب إلى ملتي واي أكسس وأروح أيضا إلى نفس الزر، هيظهر لي Stacked Line by Y. إذن هتظهر لي الشكل الممثل لهذه الريزلتس بهذه الصورة. أقوم بتعريف المحاور على الشكل. إذن هذا الشكل بعد إجراء عملية النورماليزد للإنتنستي. هعمل الوحدة هنا Arbitrary Unit لأن أصبحت الريزلتس على بعضها مرسومة، فتكون الوحدة هنا بالأربيتري يونت. طبعا المحاور أضبطها، هتبدأ المحور X من 4 إلى 80، ومحور Y هحذف القيم لأنه لا يمثل أي شيء هنا. هعمل نن. Apply.
إذن هذه هي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، هرجع إلى ورقة العمل مرة أخرى وأظلل على الداتا التي حصلت عليها بعد إجراء عملية النورماليزيشن. من شريط أدوات الرسم هضغط على هذا الزر وأختار الستاك، أضغط أيضا لاختيار نوع الشكل، هل أنا أريد الشكل على شكل لاين أو لاين مع نقاط وما إلى ذلك. بإمكاني أعمل الآن بريفيو، هيظهر لي الشكل بهذه الصورة كما نحن ملاحظين. أوكي، أظهر الشكل بشكل جمالي أكثر. إذن هحذف هنا بعض التعريفات للمحور Y. هذه هو Normalized Intensity. بإمكاني أحذف هذه الأرقام الذي في الأعلى. بإمكاني أحرك أسماء العينات على الشكل بهذه الصورة عن طريق عملية السحب. أقوم بضبط السكيل لمحور إكس من 4 إلى 80 ديجري. بإمكاني أيضا عمل تغيير للألوان بحيث أن كل كيرف من الكيرفات الظاهرة تظهر بلون مختلف عن الآخر. طبعا أنا بين أقوم بالضغط بعمل نقرتين مزدوجتين على الكيرف. ومن ثم اختيار اللون المناسب. إذن ظهرت لي الأشكال الممثلة لهذه الريزلتس بهذه الصورة. أتمنى أن يكون هذا الفيديو مفيد لكم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وأيضا تفعيل زر الجرس حتى تنتشر القناة ويستفيد أكبر عدد ممكن من الباحثين والبادئين في هذا المجال. نلقاكم في فيديوهات تعليمية قادمة. نلقاكم على خير. السلام عليكم.